علي محمود محمد من مصر. من مصر؟ من صلاه القبه. صلاه القبه جنب الاردن على طول. ده ناس خدها ماشي. اهلا بيكم. نقعد نسمع بعض والناس. بقول لك يا سيد، ممكن اكل سندوتش كده زياده؟ امن بالله انت اللي هتخليني مش هعرف اتفرج على البرنامج. ما تعكرنيش بقى وخليك في شاشه الاردن. برنامج في تلج عندكم؟ لا لا، ايام هاي لسه. الثلاجه لو فتحت تلاقي في تلج. في الثلاجه. هو كم كان؟ كم ده يا حسن؟ طب شوف انا قناه. هو مظهرش ليه لحد دلوقتي؟ اكيد هيظهر البرنامج اللي جاي. يا عم فين المطرب بتاعك؟ والله البرنامج خلص وصاد ما طلعش عنه. هو سايب فين؟ ما اعرفش. خيانه خيانه عملها عمرو دياب. سيتي وصل له، عارف ان في شاب روش جديد طالع اسمه الشاب سيد، خاف لقضي عليه راح بحاربني. بتحارب يا اما اهدى سيد شويه ميه يا ناس. اهدى سيد، ما تعملش بنفسك كده. عاجبك اللي حصل ده يا عاطف؟ الحكايه مش مستاهله يا اخويا. في ايه بس؟ انت كنت بتتفرج على البرنامج وانت لابس الشيرت ده؟ اه ليه؟ صحابي هم اللي مضيعيني يا اما. انت بتتلكك يا سيد. انت هتعملهم علينا يا اخويا. اطلع بالعربون اللي اخدته مني. عربون ايه يا جدع؟ عربون اللي خدته مني وقلت له تطلع في التلفزيون. ده انت واخد عربون ما خدوش مطرب فيك يا شبرا. ما تزعقش. وعربوني انا كمان يا سيد. اه يلا اختاروا. ما البقره لما بتقع بتكتر سكاكينها. عربين ايه يا امات؟ عربين انتوا؟ ده انا وزنكم فلوس. العربين قال ربنا يولع في ام ده بلوفر. اشوفه ويلع كده الشرز ده يولع والتلاتة. لا عم خليك في اللي انت عشان ده اللي جاب لي اهو الكرافطه اللي انت لابسها دي. عربين ايه يا اولاد؟ لا تفتكر هتيجي يا سيد؟ سيد تفتكر هتيجي؟ سيد ما تشيل الزفت اللي على ودانك ده وكلمني بقى يا اخي. يا جدع في ايه على الصبح مالك؟ مش هينفع اللي انت بتعمله ده يا عاطف. كل يوم مصحيني من النجمه كده عشان نقف قدام بيتها تشوفه وهي رايحه الشغل. ينفع الكلام ده يعني؟ حتى يوم الحد يوم اجازتك نام شويه يا اخي الحق. يعني دي جزات يا سيد ان بخليك تفتح الصالون بدري وتشوف اكل عيشك؟ صالون ايه ده اللي هيتفتح الساعه 7 الصبح؟ ده مين اللي اقرع اللي نادرها انه يفتحها الساعه 7 الصبح ويجي يحلى؟ بقول لك انا ما كنتش عايز اقول لك الموضوع ده والله العظيم. اخويا جمال حالف لو جيت تقلقنا تاني هيطلع عليك ميه وسخه. لا جمال ما يعملهاش. لا يعملها. لا ما يعملهاش. اخويا وانا عارفه هيعملها. لا ما اهي يا سيد صدقني اهي سيد. فين خلاص اهي يا ابن الايه؟ لا والله وظبطت معاك النوبيه ده يا عاطف. كده فرد جديد فرد جديد عيار طايش ماسوره مزدوجه. صاروخ صح؟ لا بلاش صاروخ دي بقى. ليه؟ احسن امريكا تيجي تفتش شبرا. اوعى تغير محط. ده انت شوف حالك بقى. مسا ميري. نعم. انت متعوده تيجي الكنيسه هنا كل يوم حد؟ انا عارف اصلا. انا متعود اجي الكنيسه هنا برضو كل يوم حد وبعترف هنا كمان. انا اصلا بابا اصلاحي وانا متعمد اصلاحي، وكان بابا الله يرحمه دايما ياخدني معاه الكنيسه وانا صغير، بس بعد ما مات بقيت اجي هنا عشان ماما ارثوذكسيه. انا عارف يا ميري ان انت ارثوذكسيه، وانا ما عنديش مانع اروح ارثوذكسي. أنسة ميري تسمحي لي أوصلك بعربيتي؟ نعم. أنا عندي عربية صغيرة كده بس لذيذة قوي هتعجبك خالص. دي الصراحة مش عربيتي أنا، عربية أختي سهام. الصراحة عيلتنا كلها لذيذة قوي هتعجبك خالص يا أنسة ميري. يا ريت تسمح الظروف يعني وتتعرف عليهم. تيتا على فكرة، على فكرة تيتا لذيذة قوي هتعجبك خالص.
حاجه بقى، انا مش مقتنع باللي انت بتعمله ده خالص. ليه يا سيد؟ اصل البنت لازم تخش عليها انت الاول، تكلمها تلاقيها، ولو هي موافقه يبقى مفيش مانع تروح تقابلهم في البيت، انما كده افرض رفضتها هيقعدوا يبيعوا ويشتروك ويقرطصوا فيك. اه والله العظيم. بعدين انا مش فاهم انت متصربع ليه على الجواز؟ متصربع؟ اه جالك قلب تقول يا سيد متصربع؟ ده انا حاسس ان دي الفرصه الاخيره بالنسبه لي. اخيره ايه ولا انت ايه شغال في برنامج سمعنا صوتك هتقدم؟ راجل هو فين بيقعد هنا؟ لا بيقعد هنا ايوه هو اللي هناك ده يا سيد اللي حاط كاسكيت على دماغه اللي جنبه العود. والله العظيم هو ده شبه وديع الصاف ولا هو فنان؟ لا واحده ثانيه كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عم ابراهيم الفندي. ازيك؟ انا عاطف فوزي خير. ممكن نقعد مع حضرتك خمس دقايق بس بعد اذن البهوات؟ مفيش مانع بعد اذنكم. اتفضل يا سمرين. اتفضل يا فنان. اتفضل. اديني شاي يا محروس البهوات. ايوه جاي. خير يا فندم؟ الحقيقه يا عمي انا جاي هنا عشان اطلب ايد بنتك ميري. ده طلب صريح ويعجبني. بس يا ابني احنا في قهوه، تطلب شاي تطلب سحلب، انما ايد بنتي دي تطلبها في البيت. واللي احسن من كده وكده بقى، يا ريتك تقعد معاها تتفاهم معاها تتكلم معاها، ولو هي قبلت تتجوزك خير. انت راجل سكره، احنا فنانين زي بعض على فكره يعني. انت اسمك ايه؟ الشاب سيد، حلاق وفنان لاول مره معانا. حلاق وفنان؟ اه والله فنان عجبك قوي، وعايزك تجي للصالون بقى يا عم ابراهيم. والله لو جيت للصالون هروقك وارجعك شباب، هتطلع من الصالون عندي على الاستاد تلف التراك 16 مره. اه والله. بيقول لك مره واحد بيقول لصاحبه تلف التراك بتاع الاستاد في قد ايه؟ قال له لفه في سجارتين. حبيب يا عم ابراهيم. مش عاجبني. طب ده مش حلو. طب انا هوريكي حاجه بقى ما بطلعهاش غير الزباين الحلوين اللي زيي. ايه رايك؟ الله حلو. حاجه لسه ما نزلتش خالص. اسمعي ده بيعمل مزيكا. اه ده حلو قوي. وده كمان بيعمل مزيكا بس لحن تاني خالص. عجبوكي؟ اه ميرسي ميرسي. مبروك. ميرسي. باي باي. زبون كل يوم. الو الو. ايوه انا عبده فلاشر زينة شبابك يا بلد. الله ماما. ايوه ماما انا في محل شيك قوي يا ماما، قطع الغيار اللي فيه كلها بالمزيكا. اشوف يا ماما، خليكي معايا ما تقلقيش يا ماما، انا خط مش كارت، انا نزيه قوي يا ماما. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ما لقيش حاجه عندكم عليها اغنيه صفيني مره؟ لا مفيش. في ظلموه ينفع؟